اللي كنداني مقاوله في الدومين العجلات والبطاريات والزيوت ولا ميكانيك ديال السيارات وفاعله جمعويه بجهه بني ملال خنيفره. اولا تنشكر بعد جريده انفاس بريس اللي تمحنات وجات عندي من كازا باش دير معايا هذا الروبورتاج هذا. والفكره كيفاش جات صدفه. انا موجزه في 96، من 96 وانا جالسه دخلت شركه بدون ذكر الاسم ديالها، دخلت لفقيه بن صالح، مشيت حطيت عندها السي في ديالي باش نخدم شركه ديال العجلات والبطاريات ولا ميكانيك. كانت في بني ملال، حطت الريحان ديالها جو كخوا من 88. المهم انا في 96 قلت لك خديت لا ليسونس ديالي، جلست كاي بنت ما خدمتش، دفعت لي السي في ديالي، دفعت لي السي بي ار. التخصص ديالي كان لغه انجليزيه. قلت لك لو طون فاش خديت لا ليسونس 96 جلست ما خدمت حتى شي حاجه. جات هذيك الشركه ديجا اصلا كاينه، دخلت عندهم كوم كوا انني غادي نحط السي في ديالي باش نخدم كوم كيسيير كوم كوميرسيال. من بعد مشات هكاك 4 سنين ولا 5 سنين وانا خدامه معاهم، كلشي غادي مزيان حتى جا برنامج مقاولتي. شوف استاذ ما استمن ندير، لان ما عندي حتى شي. انا خديت دخلت غير باش ناخذ تجربه، غير دخلت لهذيك لا سوسيتي باش ندير كيسيير باش نشوف كيفاش تيخدموا كيفاش داير. ما عندي حتى شي علاقه بالبنو، ما عندي حتى شي علاقه بالباتري. انني بغيت نملي الفراغ ديالي. هاد الدومين هذا دخلت ليه بحكم الوالد ديالي طولوري اي مطار، بحال انا هاد الدومين اللي دخلت ليه بحال ما بعيدش على الدومين ديال الوالد ديالي وديال الاخوان ديالي. قلت لك فاش جات هاد الشركه تونسيه دخلت الفقيه بن صالح، مشيت دفعت ليها باش نعمر الفراغ ديالي، لانني خديت لا ليسونس جلست ما عندي ما ندير. فاش مشيت خدمت مع هاد الشركه هادي تنشوف خدمه زوينه، تنشوف كيفاش الدراري تيخدموا البنو، كيفاش يخدموا الباتري، كيفاش يديروا لا ميكانيك، كيفاش يحيدوا روتيلاغ. بحال بدا داك الشغف ديالي وداك الحب ديالي، بغيت نفهم هذاك الدومين. الحمد لله صدت ناس اللي عاونوني في داك الدومين، كاينين ناس اللي من هذا المنبر هذا تنشكر واحد الاخ عزيز عليا بزاف حميد بوحباكه اللي تنوجه ليه دابا الشكر. دابا دار محل ديالو في طنجه، هو اللي حببني في هذه المهنه هذه. هو كان تيدير لا ميكانيك وفي نفس الوقت شيف دو بيست، شيف دو بيست هو اللي مقابل الدراري ديال لا ميكانيك، الدراري ديال صحاب باراليزام، الدراري ديال الكيليبراج. المهم بحال هو الشيف ديالو. من تما جات الفكره ديالي انني هاد الحرفه هذه غادي نميتريزيها، غادي نشد فيها مزيان وغادي نخدم فيها مزيان. هادشي اللي عطانا الف. قلت لك انا دخلت في 97 دخلت لهاد الشركه ديال شركه تونسيه مغربيه تونسيه ديال البنوات. خدمت من 98 حتى 2003. 2003 جاو فتحوا فرع هنا في بني ملال، فتحوا فرع بني ملال، داوني انني كوم شاف دو ستاسيون، انا هي الشافه ديال ديك الشركه. 2006 جا برنامج مقاولاتي، قلت علاش لا ما ندفعش ليه ونجرب حظي. تصور استاذ بانني الوحيده وسط 12 كونديدا كلهم رجال كلهم اولاد وانا اللي بوحدي وسطهم بنت. في اللجنه اكثر الناس ديال اللجنه كلهم كانوا دي كليون ديالي فاش جيت لهنا لبني ملال. كاين اللي مصايب عندي بياسا، كاين اللي مصايب عندي باراليزيم، كاين اللي داير عندي الفيدونج. اذا ملي شافوني كلهم تاقوا في الامكانيات ديالي وتاقوا في الخبره ديالي وتاقوا في التجربه ديالي. هذا هو علاش فاش داز الكونكور نجحت فيه وكنت من بين السباقات اللي خديت 25 مليون. كانوا معنا بنات اللي دايرين الحلويات، كاين اللي دايرين الخياطه، كاين اللي دايره الطبخ، كل وحده. ولكن الوحيده انا اللي مشيت دايره البنوات ودايره البطاريات. في الاول اللي كاسميتو اللجنه كلها تضحك لانني بنت وغنوريهم وغنجيب الملف ديالي وغنبدا نشرح لهم كيفاش داير الباراليزام، شنو هو الباراليزام، شنو هو الكليبراج، شنو هو الفيدونج. في نفس الوقت عارفين الامكانيات ديالي، انا هما اصلا ديك اليوم ديالي. اذا ضروري المحل ما سطوش، لان تنصيب غير ساروت ولكن بجهد الله سبحانه وتعالى ورضات بالله الله يرحمه مسكين هو اللي قلب لي على المحل وهو اللي صاب لي هذا الموقع هذا. وزدت انا الريدو بحال شي راجل. الزبناء ديالي كلهم كانوا ديالي قبل مشيت جريتهم من الشركه فاش كنت خدامه جاوا لعندي. كاينين دابا عراقيل بالنسبه لكورونا، هاد كوفيد هادي راه زكات الاقتصاد كامل، ماشي غير الوطني، راه الاقتصاد العالمي كامل. والحمد لله حنا غاديين، حنا كندابزو مع الوقت وصافي. شوف استاذ ما كاينش شي دومين اللي تقول لي واعر، شي الا كانت الاراده وكان الاصرار وكان حب المهنه غادخل لاي ميدان.
في دار صاحب الجلالة عطى أوراق مفتوحة وعطى أوراق كثيرة للمرأة غير اللي ما بغاش تخدم. انا كلشي نخدم بيدي، نخرج نقلب على لي كليون، نمشي ندير لي كورس ديال لا بونك، ندير لي كورس ديال لا سينيساس، اي حاجه نديرها فين مصط راسي فارغه تمشي نخدم، نغير الزيوت، ندير بياسه، ندير اي حاجه، ما كاينش المشكل. الرساله اللي غادي نعطي لكل بنت وكل شابه وكل امراه هي انها تعول على دراعها وتعول على صحتها وتعول على القدرات ديالها. الحمد لله كلنا العيالات حنا بحال كنا، كل وحده فاش متخصصه. اذا ما تقلش، اي حاجه بغات ديرها غير تكون مامنه بها. واللي يقول لها هذيك الحاجه راها ما تقدريش عليها ولا راه بزاف عليك ولا داروها الناس وفشلوا، هذاك يتنوض من حداه، لان هذاك غادي يمص منا كاع الطاقه الايجابيه ويخلي فيها غير السم ويخلي فيها الطاقه السلبيه. اللهم تنوض دير داك الشيء اللي تتامن به. وانا المحل ديالي مفتوح بعد الجهات بني ملال الخنيفرة لاي شابه ولاي شاب اون جينيرال، محالي مفتوح ليه والورشه ديالي مفتوحه ليهم. اللي بغى شي معلومه مرحبا، وشكرا بزاف بزاف لجريده انفاس بريس.